مرحبا يا أحبائي، كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان قيمة العمل. كان هناك مملكة عظيمة كبيرة جدا وبناؤها كبير. كانت هذه المملكة مملكة للنمل. كان فيها الكثير الكثير من السكان والكثير الكثير من المباني المختلفة، وكان كل سكانها يعملون بنشاط وهمة حتى يحققوا النجاح في حياتهم. وكانت أيضا كهرمانة تعيش مع أبنائها في بيتها الخاص. كان بيتها بعيد عند طرف المملكة، وكانت كل يوم مسكينة تذهب إلى العمل وتتعب جدا. كانت تذهب كل صباح وكانت مجتهدة جدا، وكانت تعمل عملها بإتقان، ثم تحمل الطعام فوق ظهرها وتعود إلى أبنائها الذين ينتظرونها في البيت دون عمل. كانت كهرمانة دائما تنظر إلى أبناء زملائها النمل. كانوا دائما يذهبون مع آبائهم إلى العمل، ولكن أبناءها كانوا ينتظرونها في البيت دون عمل. وكانت دائما تتمنى لو أن أبناءها يذهبون معها إلى العمل أيضا. كانت كهرمانة كل يوم في المساء تدعو أبناءها للخروج إلى العمل معها في الصباح، ولكنهم لا يوافقون، وكانوا دائما فرحين بجلوسهم في البيت دون عمل. أما أمهم فلتذهب ولتعمل، ولتتعب ليست مشكلة. وفي يوم من الأيام كانت كهرمانة عائدة إلى البيت، وكالعادة كانت تحمل فوق ظهرها الطعام. هل تعرفون ماذا حدث؟ فجأة اصطدمت قدمها بصخرة في الطريق، فوقعت مسكينة على الأرض وانكسرت ساقها. دخلت كهرمانة على أبنائها في منزلها، يحملها جيرانها من النمل، وقد قام الطبيب بتجبير ساقها. وهكذا بقيت كهرمانة مريضة في البيت، لا تستطيع أن تفعل شيء، وأيضا لا تستطيع أن تعمل، كما أن أبنائها أيضا جلسوا دون عمل. ولكن إلى متى؟ انتهى الطعام ولم يتبقى لديهم شيء ليأكلوه، وبدأوا يشعرون بالجوع. فأحس الأبناء أنه بدون عمل لا يوجد طعام ولا شراب، لذلك لا بد لهم من العمل حتى يأكلوا ويشربوا دون انتظار أن يأتيهم أحد بالطعام. وفي الصباح خرجوا جميعا، فعمل أحدهم بجد ونشاط واجتهد طوال النهار حتى عاد إلى بيته وهو يحمل الطعام. وأيضا قام الآخر برفع الصخور الملقاة على الطريق حتى لا تؤذي أحدا آخر من النمل المجتهد في عمله. مرت الأيام وكان الأبناء يعملون في اجتهاد، فرح الجميع بهم، وأيضا أمهم كانت فرحة جدا وكانت فخورة بهم عندما علمت أن أبناءها ماذا؟ أصبحوا يشعرون بأهمية العمل، وأصبح لهم قيمة حقيقية وسط سكان مملكة النمل العظيمة. الكل يحترمهم والكل يحبهم والكل يشعر بأنهم أعضاء منتجين ومهمين في المملكة. رأيتم يا أحبائي؟ ما أجمل العمل؟ انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى. مع السلامة.